نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه جسر في ميسان يكشف حقيقة الفساد الحكومي المرعب في العراق. دعونا نشاهد. يمكن لكم أن تتخيلوا إذن مشاهدينا الكرام، في كل عام عندما تقر ميزانية الدولة والتي يخصص جزء منها للإعمار، يمكن أن تتخيلوا حجم الأموال التي تخصص للإعمار وما الذي يفعل وما الذي يطبق على الأرض. إذن يمكن أن نفهم، أو أي مواطن عراقي بسيط يفهم، أنه لم يبقى هناك دينار واحد من الأموال العراقية المخصصة للإعمار ولم تسرق، والدليل هذه النماذج التي نشاهدها من الخراب في كل مكان.